الكلمات الجارحة حقيقة أشد وقعا من الأفعال. أيوة انتبه يا جماعة. يوسف عليه السلام رموه في غيابة الجب وهو صغير فعل، أبعدوه عن أبيه سنين طوال فعل، إلا أن هذا كله لم يكن وقعه في القلب مثل وقع الكلمات والبهتان. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسر يوسف في نفسه. ننتبه ننتبه، ها دائما نخرج من هذا أفضل شيء. الله يقول وقولوا للناس حسنا، لا نصدر الأحكام، لا نتهم الناس، لا نشيع عن الناس افتراءات، والله رب كلمة لا تلقي لها بال تهوي بك في النار 70 خريفا. اصمت أو قل خيرا والسلام.